صباح الخير. دولة الرئيس، أيتها الزميلات، أيها الزملاء، تشكل جلسة الثقة محطة أساسية من الحياة النيابية. إنها تؤسس للبنيان المؤسساتي وتشكل مع المحاسبة والتشريع ثالوث واجباتنا في الديمقراطية البرلمانية. دعوني بداية أحيي ظاهرة رفع التمثيل النسائي في الحكومة بعد ما وصلوا. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ريثما تتبعها خطوات أخرى، حيث تكون الكفاءة وليس الولاء للزعيم هي معيار تولي المسؤولية. أما بعد، إن هذه الطبقة السياسية الممسكة بمفاصل الدولة أوصلت الشعب إلى حد اليأس، لدرجة أن الناس فرحت لمجرد تشكيل حكومة أقل ما يقال فيها إنها حكومة محاصصة، محاصصة القروض ومحاصصة الهبات الموعودة والثروات المنهوبة، حكومة مؤلفة من الكتل النيابية التي يفترض بها أن تراقب وتحاسب الحكومة. فكيف لمجلسنا أن يراقب يا دولة الرئيس والحكومة هي مجلس مصغر؟ إن إعطاء الثقة لهذه التركيبة الحكومية من حيث تمثيل كل الكتل النيابية تقريبا يلغي دور المجلس الرقابي ويحصر دور المجلس النيابي بالتشريع للحكومة وليس للشعب. يعني المجلس النيابي شل نفسه رقابيا وتشريعيا وعمليا لح يشتغل فقط للتشريع لما تريد الحكومة. 9 أشهر لولادة الحكومة، سدس الولاية النيابية في بلد تذكروننا كل يوم ويذكرنا العالم أنه في وضع حرج. ألم يوجد أحد بينكم ليذكركم بهذه المسؤولية أو اللامسؤولية؟ 9 أشهر من المخاض العسير، ولا ندري حتى اليوم إذا التأخير في التأليف أتى من إملاءات الخارج أو من جشع المحاصصة وابتزازاتها في الداخل. 9 أشهر وأنتم تتناسون الوضع الحرج. الآن أجزم أنكم ستتذكروه وستذكروننا كل يوم به. لو وصلت الأمس إلى البلد لوجدت ربما في هذا البيان الوزاري عددا من النقاط الإيجابية، لكنني بنت البلد وأدري أنها القوى نفسها التي قدمت نفس الوعود على مرور السنين تعود وتقدمها اليوم. وتريدون منا أن ننسى أنها هي التي أفقرت الناس وانتهكت حقوقها دون حياء وبشكل ممنهج. إنها القوى نفسها، قوى المحاصصة في الداخل وقوى التبعية للخارج، التي التزمت في بريز 1 ثم في بريز 2 وبريز 3 أن تخفض الدين العام. هذا الدين الذي قفز منذ بريز 1 من 41 مليار إلى ضعف هذا المبلغ، وربما نحن على عتبة 100 مليار. إنها القوى نفسها التي تصارعت خلال 9 أشهر على الوزارات التي قسمتها بين دسمة ونحيلة كأنها مكاتب للانتفاع ولتنفيع الحاشية وليست المؤسسات المخولة توفير الحقوق والخدمات للناس. إنها القوى نفسها التي تمخضت بعد 9 أشهر إزالة وزارتي حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والإبقاء على وزارة شؤون الرئاسة. دولة الرئيس، أيتها الزميلات، أيها الزملاء، جلسة الثقة في الديمقراطيات العريقة هي مناسبة لنتوقف على أوضاع البلاد. أين نحن من تطبيق الدستور والطائف؟ أين نحن من مبدأ فصل السلطات؟ أين نحن من الحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان بخاصة الفئات المهمشة في هذا البلد؟ كلما نشر ناشط جريء فساد صاحب نفوذ أو انتقد صولجان حاكم جائر، لأن في كتير حكام لبنان
تتم ملاحقته وترهيبه كأننا في دولة بوليسية. أجهزة رقابية لا تراقب، أجهزة أمنية تفبرك، عن أي ثقة تتحدثون؟ أي تعليم نوفر لأولادنا وبأي كلفة؟ أي رقابة تمارسها الدولة على المدارس الخاصة التي بعضها يكفر الآخر ويحرق المواطن؟ الله يرحم جورج زراي، فهو فعلا شهيد، هو شهيد هذه الطبقة السياسية بالتحديد، هذه الطبقة التي تأخذ من المحتاج لتعطي المتخم. يموت اللبناني على أبواب المستشفيات والمدارس ويذل على أبواب الزعماء، فيما مثل صغير بس لأنه مثل قريب جدا، فيما بلدية العاصمة بيروت تلزم عقدا بالتراضي بمبلغ 20,000 دولار للتسويق لها وتحسين سمعتها، بدل أن يتواضعوا ويستمعوا إلى معاناة الناس، أصبح لكل مسؤول وزعيم شركة علاقات عامة وإعلان وجيش من الذباب الإلكتروني للتعمية والتعرض لكل من ينتقده أو للترويج له وتبرير فساده، والآن كأن هذه العقود هي من المال العام. الإنارة ببيروت زفت، الطرقات مش زفت، الطرقات جور، مدخل بيروت الشمالي كارثة، روائح كريهة وين ما كان، مجرير ما في، نسبة الأمراض السرطانية من الأعلى، وطلع المطلوب هو علاقات عامة. بي آر بده شغل يحكي عنه، حملات الإعلامية والعلاقات العامة بدها شغل لتحكي عنه، أصلاً الشغل بيحكي عن نفسه. إذا أرادوا أن يعملوا ويصرفوا الأموال على البيرتي، على تحسين حياة الناس وليس تحسين صورتهم، إذا عملوا بشكل جدي وشفاف صورة لحالة بتتحسن. شوية أرقام، لماذا لا يمكن إعطاء الثقة لهذا النهج المستمر مع هذه الحكومة؟ بين عامي 91 و2017 دخل إلى لبنان 280 مليار دولار، بين 91 و2017 280 مليار دولار. أين ذهب هذا المبلغ وكيف صرف؟ وإذا تبخر هذا المبلغ كيف لنا ألا نتوقع أن تتبخر أيضا أموال سادر وغيرها؟ بين عامي 2006 و2018 دفع اللبنانيون 116 مليار دولار، أكثر شوي، ضرائب، وفوقها 47 مليار دولار للقطاع الخاص تعويضاً عن النقص في الخدمات العامة، يعني مي وموتور وكل هول الفواتير الرديفة. على ماذا صرفت هذه الأموال التي أخذت مباشرة من أموال الشعب اللبناني؟ قيمة الدين العام اليوم 85 مليار دولار، إذا مش أكثر، إذا مصرنا على 100. قيمة الفوائد المدفوعة على الدين من 92 ل2018 ضعف هذا المبلغ، عفواً، بيوازي هذا المبلغ، 81 مليار دولار تقريباً، عم نحكي فوائد على الدين. قبل الحرب الأهلية عام 68 وصلت الصادرات اللبنانية لتغطي 62% من قيمة الواردات، اليوم تغطي أقل من 13%، لأننا لم نعد نصدر شيئاً ونستورد تقريباً كل شيء. بين 92 و2018 تخطى عدد اللبنانيين المهاجرين 600,000 شخص، أي بمعدل 22,300 لبناني سنوياً. بالعام 96 كانت نسبة الشباب تحت عمر 40 تقريباً 73% من السكان، 2009 صارت نسبتهم 65%، واليوم ما في إحصاء لهذه النسبة بس أكيد إلى نزول. تقديرات حجم التهرب الضريبي في لبنان من قبل شركات القطاع الخاص تصل قيمتها لما يقارب 1.5 مليار دولار سنوياً، هيدا وحده بغطي 25% من عجز الموازنة، آخر موازنة. أكثر؟ مليار؟ لا، عم بيصحح لي السيد. أكثر من 3.2 مليار دولار دفعتها الدولة اللبنانية منذ العام 93 لاستئجار مكاتب لإداراتها،
3.2 مليار لاستئجار مكاتب لإداراتها، وجزء كبير من هذه المباني المستأجرة يملكها نافذون في الدولة اللبنانية، في حين أن الدولة تملك نحو 225 عقاراً مبنياً وغير مبني. من المجالس كلها، مجلس الجنوب إلى الإنماء والأعمار إلى اللجنة المؤقتة منذ 94 لإدارة مرفأ بيروت إلى الصندوق المركزي للمهجرين إلى مصلحة المياه، أبواب الهدر لا تقل عن 2000 مليار ليرة سنوياً. 6.2 مليار دولار أنفقت على الطرقات والبنى التحتية من 92 لل 2018. بعدها بتطوف، تتكسر الجسور، بيموتوا الناس على الطرقات لأن ما بنعرف كيف الشغل بيتلزم ومين بيراقبه، ومناخد الجميع بعدين إلى القضاء، بيطلعوا كلهم مافيا وحدة. إن الفساد هو احتلال وبحاجة إلى ثلاثية مقاومة. سامع يا سيد؟ ولكن من نوع آخر، قضاء نزيه، شعب يحاسب، ومجلس نواب يراقب. على الحكومة أن تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة في القطاعات الأكثر عرضة للانتهاكات، بما يكفل تطبيق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات الدولية وضمان تمكين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بما يكفل استقلاليتها وممارستها الفاعلة للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون. دولة الرئيس، يصارحنا البيان الوزاري بأن القرارات الإصلاحية قد تكون صعبة ومؤلمة. منذ تفتحت أعيني على الشأن العام والقرارات المسمات إصلاحية، مسمات إصلاحية هي صعبة ومؤلمة على الشعب، خصوصاً الفئات الفقيرة والمتوسطة. ليتها تكون لمرة واحدة صعبة ومؤلمة عليكم، لتمنع الهدر والفساد، لتحرم اللجوء إلى الزبائنية وتفضيل الأنساب. إذا كانت قراراتكم لمرة واحدة صعبة عليكم ومؤلمة لكم، نكون ربما وضعنا العمل الحكومي على سكة سليمة. اسمحوا لي للأسف أن أشكك وأشك، متمنية أن أكون على خطأ. تريدون أن نمنحكم ثقة، ولكن هل تثقون أنتم ببعضكم البعض؟ اسمحوا لي أن أشك وأن أشكك بعد كل ما سمعته قبل تشكيل الحكومة وبعد تشكيل الحكومة. للمرة الأولى في تاريخ لبنان يتم لي ذراع الوزير ليوقع مسبقاً على استقالته. أي درك وصلنا إليه؟ أي إذلال لمنصب يفترض أن يحتله صاحب كفاءة وضمير؟ وزراء لا يثقون بأنفسهم ولا بخياراتهم، كيف للناس أن تثق بهم؟ لن أمنح هذه الحكومة الثقة حتى لو تمنيت لها ولبلدنا النجاح ولشعبنا انحسار آلامه. في المقابل سأمنحكم كل قدرتي على المراقبة لوضع سياسة تقييم شفافة وملزمة للبرامج والمشاريع كافة. في المقابل سأمنحكم كل طاقتي على المحاسبة للتصدي لأي خطاب طائفي وللالتحاق بسياسات المحاور ولسيطرة الأحزاب السياسية على النقابات ولتفشي الفساد والتعدي على الأملاك البحرية وتشريع المحارق والكسرات والسدود العشوائية. بدي أضيف على اللي قاله امبارح دكتور سعد عن سد بسري، حكي عن ملاحظات يمكن اللجان البيئية، بس كمان في نقطة أنه هذه المياه التي ستأتي إلى خزان سد بسري، هذه المياه دولة الرئيس هنالك علامات استفهام حول جودتها. بمجرد أنك توقف المي بخزان، هذه المي تصبح عرضة للتلوث. المياه الجارية مفروض إنها أنظف، بتنظف حالها كل الوقت، بمجرد إنها تصير بخزان هذا يعرضها للتلوث. فكيف إذا كان جزء من هذه المياه جاية من بحيرة القرعون ومن نهر الليطاني؟
أنا اليوم بدي أبني سد بنص مليار، نص مليار دولار أبني فيه سد، لأن في شركات بطون بدها تستفيد، لأن ما بنعرف شو فيه، بدي أنزع مرج أثري طويل عريض. ليه؟ لحط فيه أي نوع مياه، وقت المفروض اشتغل على البنية التحتية، على قساطر المي المهرية، اشتغل على إذا ما في تنظيف لمياه الليطاني بالأساس. سد بيسري بالحقيقة المياه هي مياه الليطاني، صحيح، والمياه هذه بدها توصل مش فقط للجنوب، بدها توصل بيروت. لبيروت وللضاحية الجنوبية، وبالتالي في ابتلاء عام، ابتلاء لبناني عام، صحيح. فمشان هيك دولة الرئيس، بس بدي أقول لك هي مياه الأولى، ولكن لا تكفي مياه الأولى، مياه الأولى اسمها الأولى بس هي الليطاني، وبحيرة القرعون اللي لحد هلا شركات دولية، خبرات صينية وغيرها، ما حدا عم يقدر ينظفها. فكمان أنا بتمنى قبل ما يبلشوا يحطوا الهونغاريت ويبلشوا يجرفوا المرج الأثري، نفكر شو عم نعمل. بالمقابل إذا سأمنحكم كل هذه الطاقة على المحاسبة في هذه المسائل وأكثر. أفضل أن أعمل هنا على دعم المبادرين والعاملين في القطاعات المنتجة من صناعة وزراعة ومشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، خصوصاً تلك التي تخوض مغامرة اقتصاد المعرفة، وأن أتضامن مع المتقاعدين المهددين بحقوقهم ومدخراتهم، وأن أساند آلاف والآلاف من الشباب من بلدي لمنحهم فرص عمل شريفة ولتأمين حقهم في السكن والصحة، لكي تخدم كفاءاتهم بلدهم أياً كانت طائفتهم، بدلا من أن يهاجروا أو أن يضخموا جيش الباطلين عن العمل. سأساند الشباب الذين صدقوا دولتهم وذهبوا إلى مجلس الخدمة المدنية أو قدموا امتحانات مثل شباب الجمارك ونجحوا، والآن ينتظرون منذ سنوات صحوة هذه الطبقة السياسية التي أدخلت إلى الإدارات أكثر من 5500 موظف. هؤلاء يتفرجون على التحايل والزبائنية والرشوة الجماعية الانتخابية. هون استاذ حسن فضل الله، ما بعرف اذا صار موجود، بس بدي اقول له اعجبت يعني كثير، يعني اعجبت كثير بكلامك امبارح وبكل كلمه قلتها، بس شكرا لك. بتمنى ما تزعل من هذا الكلام المباشر. حزب الله شارك بتوظيف هؤلاء الاكثر من 5000، وهو شريك بذلك أكيد للاسف. اكيد فلما تحكي بتوحي انه الاخر، لحظه شوي، وانتم شركاء بذلك. لحظه شوي قبل ما حق الرد دولة الرئيس، دولة الرئيس إلي حق الرد. اولا حزب الله لم يشارك بهذا التوظيف، واذا عندك اي مستند او دليل تفضلي على الراي العام جيبيه وقدميه، حتى ما يبقى كلامك من دون دليل ومستند، والا بصير اتهام غير صحيح. انا بتمنى عليك ان تاتي باي دليل انه هول 5000 نحن شركاء بتوظيفهم، معك حق، ونحن ضد هذا التوظيف، نعم، ونريد لهذا التوظيف ان يكون عبر مجلس الخدمه المدنيه. هذا موقفنا وما عندنا موقف ثاني. شكرا حضره الزميل. الدليل موجود في سجلات معي. في السجلات خلي كلامك معي، عفوا دوله الرئيس، خلي كلامك معي. طيب. والزميل ما حدا يجاوب بدون ما اقول له، صحيح، يلا. هنالك سجلات للجنة الإعلام والاتصالات، في هذه اللجنة كان موجود مدير عام أجيرو، سألته مباشرة: أنت وظفت توظيف انتخابي قبل الانتخابات النيابية؟ قال لي صحيح. بعدين قال لي أنه في عدد من الموظفين هو بحاجة إلون، وقال أنه تقريبا 85% من اللي وظفون عايزون، دولة الرئيس 85% من اللي وظفهم عايزون. ما بصير هيك، يعني ما بصير نقول الناس كمان بمعنى لحظة شو حاجاتنا. لا لا لا، بس 17 18، بتمنى هيدا محاضر مسجلة يا عمي، حتى التسجيل بدنا نحكي، محاضر مسجلة الموجودين على هذه الطاولة قالوا لي الكل شارك، وظفنا، قالوا لي الكل شارك بالتوظيف انتخابي. يا زميلتا الكل شارك بالتوظيف، ما تجاوبي انت، خلي كلامي. لا لا مش عم جاوب، انا عم بخلي كلامي معك، بس عم بقول لك دولة الرئيس كان في كلام واضح ومباشر، بتمنى حضرتك تجيب التسجيلات، الكل شارك بهذا التوظيف للاسف. حكومة المحاصصة
لا تعمل ولا تنتج. حكومة المحاصصة ألغت المعارضة، ونحن في بلد في أمس الحاجة لمن يعارض. حتى حكومة من أنزه الناس وأشرف الناس وأفهم الناس تحتاج إلى معارضة تحسن الأداء، تصوب السياسات وتراقب التنفيذ. فكيف بالحري إذا كانت حكومة مؤلفة من مجربين مكررين يعرف القاصي والداني إنجازاتهم، طبعاً إنجازاتهم بين هلالين. حكومة المحاصصة تريد إنشاء محارق للنفايات، خجلت من وضعها بوضوح في بيانها الوزاري النهائي، إلا أنها كانت موجودة في المسودة، المسودة الأولى اللي وصلت لنا كلنا. المحارق ستحرق ما تبقى من صحة اللبنانيين، ونناشد الضمائر حيث وجدت بوقف مشروع الإبادة الجديد للبنانيين. أنتم لا تؤتمنون على إدارة دكانة، فكيف ستديرون محارق؟ تستلزم دقة عالية، رقابة شديدة، أضف إلى أنها لا تلائم القيمة الحرارية لنفاياتنا التي هي منخفضة جداً. تخيل يا دولة الرئيس الشتاء بلبنان كيف منشوف المطر بينهمر، هالمستوعبات الموجودة بالطريق بتعبي مي، كل شيء بتش، غير انه نفاياتنا 63% ببيروت عضوية، برات بيروت نسبة العضوة اقل. هالنفايات اللي كلها مي اللي كلها رطبة كيف بدنا نحرقها؟ بدنا نحط طاقة وننشفها لنحرقها ونرجع نطلع طاقة؟ المحارق لجيوب أهل الصفقات أكثر ربحية من الكهرباء. يمكن وصلنا لمحل مضطرين تصلحوا قطاع الكهرباء، ما تضلوا تنهلوا منه، تنهلوا، والكل مجمع أنه قطاع الكهرباء بندفع عليه مليارين كل سنة، دفعنا 40 مليار بالسابق لحد اليوم على الكهرباء، وبعدنا بلد ما في كهرباء. الكل بيعرف مافيا الفيول والعيال المحتكرة الفيول، الكل بيعرف انه لو نقلنا من الفيول للغاز من 10 سنين نحن موفرين 11 مليار. قال هلأ صار بدهم يعملوا 3 محلات 3 مطارح للتغويز بلبنان، هو بالعالم كله في عشرات محطات التغويز. مصر 100 مليون عندها محطة تغويز وحدة دولة الرئيس. قال لبنان بده يعمل 3، بتقلي ثقة؟ المحارق هي صفقة العصر، ولكن أطمئنكم لن تتمكنوا من زرعها بين بيوتنا، فالشعب اللبناني خبركم ويعرف مشاريعكم. في منطقة أنا انتخبت عنها نايبة، بدي أحكي بصراحة دولة الرئيس، فيها أقلية مسلمة يمكن 10%، هي أفقر مجموعة موجودة يمكن بمنطقة الأشرفية. كل شيء بينكب هناك، صرف الصحي هناك من دون تكرير طبعاً، على الضفة الثانية برج حمود، زبالة هناك، كل شيء بهيدي المنطقة. هلأ قرروا أنه هالمنطقة بحبوها، بدو يعملوا لها إنماء عبر المحرقة. المحرقة بأفريقيا الجنوبية بحطوها بمناطق السود، هناك بسموها environmental apartheid، تمييز عنصري للسود. محرقة بفرنسا اللي بيخبروا انه بين البيوت وتحت مناخير الاهالي. في واحد امبارح قال حط راسه بدخون المحرقة، دخون اللي على بعد 30 متر، كان عم بيعمل محاضرة كأن الناس ما بتسجل، حط راسه بالدخون وانظف من هوا سويسرا دخون المحرقة. هي بسويسرا هيدا التمييز، انه منطقة فقرة منكب فيها محرقة وناس معترة، منجي منعمل لهم رشوة انتخابية، رح نلغي لكم شوية ضرائب. ليش اصلا فيكم تلغوا لهم ضرائب؟ حيوقفوا كل النواب من كل المناطق يقولوا عكار محرومة، وهي محرومة، وبعلبك محرومة، والبقاع محروم، والضاحية محرومة، وما بعرف وين محروم. وين حيصير هذا القانون؟ رشوات اللي لها علاقة او قد يكون لها علاقة، قد يكون لها علاقة بالمحرقة، ما بتقطع بقى مع الناس. على كل حال هيدا الكلام اللي بيصيروا يقولوه بالسالونات، انه هونيك بهالمنطقة هيك هيك المنطقة معدمة. بدي اتمنى عليكم تشوفوا سيموليشن اللي عملها دكتور عصام لقيس، والشغلة اللي عملته دكتور نجاة صليبة، اتنيناتن ايو بي بروفيسورز واختصاصهم اير بولوشن، تلوث الهواء.
الهواء بلبنان بيهب من البحر وبيدخل إلى الداخل، والهواء بلبنان شمالي وشرقي. يعني هيدي المحرقة، أنتوا اللي بتحبوا كتير حقوق الطوائف وحقوق المسيحيين، هيدي المحرقة إبادة مسيحية، لأنه بتسرطن الأشرفية وبتسرطن برج حمود والزلقة وأنطلياس ومشوا لحد جوني. ضلّي تصرخ، هيدا إبادة للبنانية، للبنانية ما حدا بيسمع. تحكوا بالطوائف وبحقوق الطوائف، هون يمكن تتغير المعادلة. دولة الرئيس، وهيدا الأهم، حل النفايات موجود وواقعي ومجرب وغير مكلف. ربما مشكلته الأساسية أنه غير مكلف. يصعب نهش ونهب الخطة البيئية السليمة للنفايات اللي طرحها، تعرفوا مين طرحها؟ طرحها موظف صالح اسمه بيرج هاتجيان وإئتلاف إدارة النفايات ومجموعة من أهل العلم والاختصاص ومجتمع مدني واعٍ ومحترم وبخاف على البلد. إلا أن الحكومة تريد حل مجتمع الأعمال وليس حل مجتمع الخبرة والاختصاص. الحل بلبنان هو ما ينفذ بقبرص وبتركيا وباليونان، مناطق المجاورة لنا جغرافيا. دولة الرئيس فرز من المصدر إلزامي تحت طائلة التغريم، ومن ثم تسبيخ وإعادة تدوير وإعادة استخدام وتخفيف وغيره. تفرزون الشعب وتجمعون النفايات، عكسوها بيزبط البلد. جمعوا الشعب وفرزوا النفايات بيزبط البلد. طيب يا دي طيب. دولة الرئيس وعدتني، حضرتك وعدتني بجلسة طوارئ بيئية. طوارئ بيئية، كنا هون قدام الجميع. أستحلفك الإسراع بتعيينها، إذ يجب إنقاذ الوطن من أن يتحول بؤرة مسرطنة. ولا يبدو أن البيئة وصحتنا أولوية حكومية، ففي البيان الوزاري بضعة أسطر دون رؤية واستراتيجية. أخيراً، أكلتم وطني، أكلتم الجبل وشربتم النهر وضحكتم على الشعب، شعب يصدق أنكم تحافظون على وجوده ووجود طوائفه، وأنتم تضربون بسياسة، تضربون هذه الطوائف وهذا الشعب بسياسة الفرز والتمييز، وهو عايش نفس المصيبة كله سوا من جنوب للشمال، عايش نفس المصيبة. ما حدا عنده نقطة كهرباء زيادة، وما حدا عنده طريق أحسن ولا فرصة عمل. لا يوجد طائفة ولا حقوق لطائفة إذا لم يكن لدينا دولة ووطن. عهد علي وعلى بعض اللبنانيين الذين أمثل، يوم تقررون اعتماد سياسة ضرائبية تصاعدية عادلة واعتماد خطط بيئية صحية سليمة، يوم تقررون أن مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتباراتكم التجارية وارتباطاتكم الخارجية، يومها بلى تأخذون مني وبكل ترحيب صوتي وثقتي واعتذاري حتى. شكراً لإصغائكم.